طيب الله حلقه جديده من كشك الصحافه نبداها بالعناوين. من موقع المصدر اونلاين مسلحون حوثيون يقتحمون منزل الناشطه ابتسام ابو دنيا بعد انتقادات وجهتها للجماعه. صحيفة العرب الجديد تتحدث عن قمع الحريات الشخصية في مناطق سيطرة الحوثي تحطم طائرة أوكرانية في إيران ومقتل جميع ركابها أهلا بكم كانت هي صوت الحق في صنعاء حين غابت كل الأصوات بسبب الخوف ولأجل ذلك وكما يقول موقع المصدر أونلاين أقدمت ميليشيات الحوثي على اقتحام منزل الناشطة ابتسام أبو دنيا في صنعاء والاعتداء عليها وأطفالها بالضرب ونهب مقتنيات المنزل وأجهزة الاتصال. الناشطة ابتسام أبو دنيا قالت إن قائد الحوثيين في محور حج المدعو وليد علي أبو دنيا اقتحم وعصابته المسلحة منزلها واعتدوا عليها وعلى أطفالها وأخذوا هواتفها. وطالبت ابتسام القبيلة التي تنتمي إليها بني جحاف بالانتصار لابنتهم التي تعرضت للضرب وهي امنه في بيتها، وكانت ابتسام ابو دنيا وهي معلمه نشرت فيديو على صفحات مواقع الفيسبوك وانتقدت فيه جماعه الحوثيين واتهمتهم بمصادره مرتبات المعلمين وطالبتهم بصرف مرتبها ومرتبات الموظفين. موقع عدن الغد سلط الضوء على معاناه النازحين وعنوان نازحو مديريه ماويه حكايه تشرد وشتات مليئه بالقهر. يقول الموقع في التفاصيل ان بلاد الاحمدي في مديريه الازارق بالضالع تحتضن كثيرا من النازحين الذين شردتهم الحرب من منطقه باهر بمديريه ماويه بمحافظه تعز. اهالي بلاد الاحمدي استقبلوا النازحين بحفاوه واسكنوهم في بيوت مهجوره ومع تزايد اعدادهم استقل البعض بطرابيل زرقاء وقطنوا داخلها وبالرغم من كل هذا عاش النازحون اوضاعا مزريه في ظروف انسانيه سيئه معزولين عن العالم لا تشرف عليهم اي منظمه انسانيه. النازحون ناشدوا المنظمات الدوليه للاغاثه النظر لهم ومدهم بالمساعدات اللازمه. نطالع مقالات الرأي في الشأن المحلي والعربي والدولي حيث يتساءل الكاتب علي الفقيه في موقع المصدر أونلاين من سيستفيد من مقتل سليماني ويجيب بالقول لا مشروع ثالث في منطقة الشرق الأوسط يزاحم مشروعي إسرائيل وإيران إذا تكلمنا عن مشروع بكافة مقوماته وملامحه فعلى الرغم من أن مقتل سليماني يبدو ضربه موجعه لايران فان النظر الى تبعات هذه الحادثه يعطي نتيجه مختلفه فهي القوه الاكثر حيويه والاكثر قدره على الحركه في المنطقه وبالتالي وبالنظر الى المعطيات يمكن القول انها ستكسب كثيرا من وراء ما يبدو لنا انها خساره فادحه في الوقت الذي انشغل مناوئ ايران بالاحتفاء بمقتل سليماني على يد ترامب فقد اشتغلت ايران بكل طاقتها لاستثمار هذا الحادث واحتشدت كل العمائم الايرانيه امام الكاميرات منخرطه في حفلات بكاء جماعي ونحن نعلم ماذا يعني البكاء في العقيده الشيعيه فلا تزال دموعهم على الحسين الذي قتل قبل قرابه 14 قرنا تثمر لهم توسعا ونفوذا وهيمنه ولأن الفكرة الشيعية نشأت على المظلومية بين كل مظلومية جديدة تمنحهم فرصة للحركة والتوسع والحشد واستنفار المؤمنين من اتباعهم حول العالم ليكونوا رهن إشارة القيادة بكل ما يمتلكون من إمكانات، تحركت المجاميع المؤمنة بفكرة الولاية لآل البيت في كثير من البلدان حول العالم، وتلك الحركة لا تتوقف عند المشاركة في المسيرات، فالمسيرات ليست سوى إشارة استجابة سريعة من مجاميع قاتلت، ولا تزال تقاتل وتضحي في سبيل طاعة المرشد، وبالنظر إلى شواهد قدرة إيران على الاستفادة من هذه الحادثة، دعونا نتساءل: من هو الطرف الآخر الذي يفترض أن يستفيد من مقتل سليماني؟ فمع أن ضحايا سليماني ومشروع سليماني كثير في المنطقة إلا أن الملاحظ للأسف أنه ليس هناك قطب موازن لإيران في المنطقة يحمل مشروعاً ولديه طموحات سوى إسرائيل. لعل سليماني مات ممتناً للأنظمة العربية المترهلة التي سلمته على طبق من دماء بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء ومولت من خزائنها المتخمة صراعات في المنطقة مكنته من ان يصبح البطل الاسطوره. كانت تلعب كره القدم قرب منزلهم بعد رحيل الحوثيين وفجاه كما يقول موقع يمن مونيتور انفجر لغم زرعته الجماعه لتجد الطفله مياده عبد السلام نفسها برجل واحده تخاطب مياده ذات الثمان سنوات والدها لماذا املك رجلا واحده يا ابي؟ لم يجد عبد السلام ردا لطفلته التي تعالج في مركز للاطراف محافظه تعز. والد الفتاه عبد السلام قال ليمن مونيتور: عقب الانفجار سمعنا صراخا وبكاء. ذهبت مسرعا الى المكان ووجدت طفلتي مبتوره القدم مغمي عليها والدم يسيل من اقدامها اسعفتها للمستشفى بسرعه. تقول تقارير رسميه اطلع عليها يمن مونيتور ان 18 مديريه في تعز من اصل 22 مديريه اخرى تعاني من الألغام التي زرعها الحوثيون بطريقة عشوائية لتتصدر قائمة المحافظات الأكثر تأثرا بالألغام يوسف الأمير نائب مدير مركز الأطراف الصناعية بهيئة مستشفى الثورة العام بتعز قال إن خلال عامين فقط هناك 557 مصابا بسبب الألغام معظمهم مدنيين من بينهم 77 طفلا و31 امرأة مشيرا إلى أن الأطفال يصابون بصدمات نفسية بعد اختفاء اطرافهم خاصه الاقدام فهو لن يكون قادرا على المشي مره اخرى لذا تحدث له انعكاسات نفسيه كبيره. دليله ايضا انفجر بها لغم قبل يوم واحد فقط من زفافها عندما ذهبت لتجهيز الزفاف قالت دليله ليمن مونيتور انها وجدت المنطقه غريبه ومبلله وكانها تم الحفر فيها ووضع شيء داخل الارض لم انتبه وداست قدمي احدى الالغام الفرديه وفقدت كلتا قدميها من الجذع وتضيف تم علاجي في مركز الاطراف والتعويض باطراف صناعيه ولكني ارفضها لثقل وزنها لهذا افضل كرسي متحرك يلبي احتياجي في التنقل سليماني واحتمال الرد من اليمن هذا ما اختاره عادل الأحمدي عنوانا لمقاله المشهور في صحيفة العرب الجديد والذي قال في جزء منه عندما تعرضت منشآت أرامكو السعودية في بقيق وخريص لهجمات في الرابع عشر من سبتمبر الماضي وتبنها الحوثيون نشرت مواقع إخبارية إيرانية مقطع فيديو لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني على الإنترنت يمتدح فيه انصار الله في اليمن، وما هي الا اشهر قليله حتى بات العالم يتحدث عن احتمالات الانتقام الايراني عبر وكلاء ايران في اليمن، ردا على اغتيال الولايات المتحده سليماني وكغيرها من المدن العربيه التي تحولت ساحه لصراع عسكري وسياسي مرتبطه بايران. كانت صنعاء بالنسبة إلى سليماني العاصمة العربية الرابعة التي تلحق بنفوذ إيران، وركز في خطاباته على محورين، الأول اعتبار أن ما حدث فيها من سيطرة للحوثيين الذين كان نفوذهم ينحصر في أقصى الشمال انتصارا استثنائيا لمشروع الثورة التي تتبناها إيران، أما البعد الآخر فكان الهجوم على التحالف بقيادة السعودية والتجديد على ان الاخيره لن تحقق ما تريد، لقي خبر اغتيال سليماني ردود فعل مندده لدى الحوثيين ودعوات الى الانتقام، السؤال الجوهري في السياق ما الذي يمكن للحوثيين فعله اذا ما اختارت طهران الرد على الضربه الامريكيه عبر دفع اذرعها في المنطقه الى تحركات عسكريه وخصوصا ان اليمن بالنسبه الى ايران ابرز ساحة اختبرت حلفائها فيها خلال السنوات الماضية وتبنوا هجمات غير مسبوقة ضد السعودية خلال العام الماضي في الواقع وبالنظر الى تصريحات الحوثيين خلال الاشهر الماضية بدا واضحا ان الجماعة احوج ما تكون الى فترة تهدئة، الامر الذي عبرت عنه قياداتها مرارا وتكرارا منذ اعلانهم وقف الهجمات ضد السعودية في العشرين من سبتمبر الماضي ومع ذلك فإن هذه الحاجة قد تكون تغيرت بالنسبة إلى طهران بعد أن رفعت الراية الحمراء وأشار مسؤولوها إلى أنهم يتدارسون أو ينسقون للرد مع حلفائهم في المنطقة من بغداد إلى صنعاء دمار وجوع ونزوح وأمراض تعصف بملايين المواطنين جراء حرب لم تتوقف منذ سنوات في مناطق عديدة من اليمن لكن وبحسب صحيفة العرب الجديد ما يزيد الأمر سوءا الانتهاكات ضد الحريات الشخصية لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين تحاول جماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات عدة مكتظة سكانيا أن تطبق منظومة من القيم الدخيلة على اليمنيين من سكان تلك المحافظات، بما في ذلك من انتهاك للحريات العامه والشخصيه والتقاليد المجتمعيه. النازح سليم الصعدي المقيم في صنعاء حاليا يقول لصحيفه العرب الجديد: بعدما سيطر الحوثيين على صعده بالكامل عام 2011 نفذوا حملات ميدانيه واسعه اغلقوا فيها محلات بيع التسجيلات الغنائيه والافلام ومنعوا خروج النساء كاشفات وجوههن وحاصروا كثيرا من الانشطه المدنيه. ويشير ايضا الى ان الحوثيين يبررون هذه الممارسات بانها تسعى للحفاظ على الاسلام حيث كانوا في نقاط التفتيش يوقفون السيارات والدراجات الناريه ويفتشون الهواتف وبطاقات ذاكرتها بحثا عن أغان وفي حال وجدوا شيئا يحذفونه ويحملون زوامل عوضا عنها كذلك يؤكد الصعدي ان الحوثيين قتلوا عددا من المواطنين الذين يدخلون معهم في شجار رفضا لمثل هذه الاجراءات كان اخرها مقتل جنديين اصرا على سماع اغاني الفنان اليمني ايوب طارش. ويشير الصعدي الى ان الحوثيين فشلوا في الحد من سماع الاغاني حيث توقفت حملات التفتيش للسيارات والماره بعد سيطرتهم على صنعاء وبقيه المحافظات لان العمليه كانت مستحيله فالشعب كله يستمع الى الاغاني. في الشأن العربي نطالع تقريرا خاصا لمجلة الإينو كوميست ترجمه على أبو زينة في صحيفة الغد الأردنية بعنوان 2019 المزيد من الثورات العربية ولكن كم من التغيير جاء في المقال تسعة أعوام مضت على قيام محمد البعزيزي بائع الفاكهة التونسي الذي يأس من المسؤولين الفاسدين وقلة العمل بإحراق نفسه وقد ألهم عمله تصاعد انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بزعماء أربع دول ولم يتم إطلاق اسم من على موجة الاحتجاجات الجديدة التي اجتاحت المنطقة في العام 2019 ومع ذلك سقط من القادة العرب في هذا العام اكثر مما سقط منهم في العام 2011 بينما ردد ملايين المتظاهرين بصوت عال شكاوى البعزيز نفسها كان عبد العزيز بوتفليقه رئيس الجزائر هو اول المغادرين وبعد اكثر من اسبوع بقليل اطيح بعمر البشير وبعد ذلك وقع جنرالات السودان اتفاقا لتقاسم السلطه مع قاده حركه الاحتجاج في اغسطس لكن الانتخابات التي أجريت في الجزائر نظر إليها على نطاق واسع أنها محاولة لإعادة تخندق أعضاء النظام القديم الآن تتواصل المظاهرات في الجزائر وأماكن أخرى وفي العراق ولبنان أسقط المحتجون رؤساء الوزراء لكن الكثيرين منهم يريدون التخلص من الأنظمة السياسية السائدة في البلدين برمتها وتقوم الدولتان بتوزيع السلطة بين الأديان والطوائف للحفاظ على السلام بينها من جهتها فقدت تونس أول رئيس منتخب ديمقراطي الباجي قائد السبسي في يوليو لكن انتخاب قيس سعيد أستاذ القانون الخجول في أكتوبر جلب شعورا جديدا بالأمل إلى البلد الذي عانى من الفساد ومن اقتصاد فقير منذ اعتناق الديمقراطية وبعد سماع خبر فوزه تجمع الالاف من التونسيين في العاصمه وردد الكثيرون نفس الشعارات التي رددوها في اول ايام الربيع العربي وتشكل تونس قصه النجاح الوحيده من تلك الفتره من الاضطرابات وبينما يواصل المحتجون الضغط من اجل التغيير في جميع انحاء المنطقه تبقى تونس مناره الامل في أول رد فعل إيراني على عملية قتل سليماني قال شبكة البي بي سي قاعدتان جويتان على الأقل للقوات الأمريكية في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية من إيران الإيرانيين الإيرانيون قالوا أن الهجوم كان انتقاما لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك إصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية منعت شركات الطيران المدني الأمريكية من الطيران من تسيير رحلاتها فوق إيران والعراق والخليج وخليج عمان. فيما علق الرئيس ترامب بتغريدة قائلا: كل شيء على ما يرام. وفي ايران ايضا نقل موقع دي دبليو عن وكاله الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه للانباء قولها ان طائره اوكرانيه على متنها ما لا يقل عن 170 شخصا تحطمت بسبب مشاكل فنيه بعد اقلاعها من مطار الامام الخميني في طهران. رضا جعفر زاده وهو متحدث باسم هيئه الطيران المدني الايرانيه قال للتلفزيون الحكومي ان السلطات ارسلت فرق الانقاذ الى منطقه قريبه من المطار حيث تحطمت الطائره وهي من طراز بيونغ 737 وتابعه لشركه الخطوط الجويه الاوكرانيه فيما اعلن التلفزيون الايراني عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائره الاوكرانيه المنكوبه في ايران. الكاتب حازم صاغيه كتب في صحيفه الشرق الاوسط مقالا عنوانه الموت لامريكا. قال فيه مع مقتل قاسم سليماني عاد شعار الموت لأميركا إلى الواجهة عشرات آلاف الحناجر في العراق وإيران صرخت به بقوة وإصرار هذا الهتاف الذي ظل لسنوات يتأرجح بين توسع استراتيجي وانكماش تكتيكي ذي تاريخ خصب لقد ألفته ثورة الخميني عام 1979 وتحديدا عند استيلائها على سفارة واشنطن في عاصمتها الخميني بدأ يوم ذا كمن يتطوع لتحقيق أحلامنا في ظله سنرتقي من انقساماتنا الى وحده اسلاميه ناجزه، وبقيادته سوف نصلي في القدس، وفي الطريق نحرر فلسطين، وفي النهايه فالذي يهين امريكا لا يقف شيء في وجهه، لكن اهتزاز حجر واحد كان في وسعه هز البناء المتناسق والمتماسك، والاحجار التي اهتزت كانت كبيره وحين انهارت الكتلة السوفيتيه تأكد لكثيرين ان الموت يصطاد اعداء امريكا ولئن تجددت شيطانة الاخيره مع حرب العراق عام 2003 اما في سوريا بعد ثورتها فتبدى حكام ايران على هيئه جلادين والحال ان الثورات العربيه كلها اضعفت صوت الايديولوجيا حيال الولايات المتحده واطلقت صوت المصالح الوطنيه هناك مواقف أمريكية تستدعي النقد وأخرى تستدعي التثمين الحسبة لم تعد بالجملة صارت بالمفرق ولأن السياسة لم تعد تختزل الوجود الاجتماعي كله أمكن لرفض شبيبة سياسات أمريكا ورئيسها أن يترافق مع إعجابها ببلد الرئيس المكروه فأمريكا هي أيضا الموسيقى والصورة والموضة والجامعة والمستشفى وأشياء أخرى كثيرة ينبغي ألا تموت أما إسرائيل فبالطبع لا تزال اشكالا كبيرا عالقا امام امريكا لكنه لم يعد كافيا لطلب الموت لامريكا ولا لطلب الحياه لايران الحرائق الضخمه التي اجتاحت استراليا تسببت بمقتل 24 شخصا ونصف مليار حيوان من فصائل مختلفه وتدمير مساحات ضخمه من الاراضي والمساحات الخضراء صحيفه الغارديان نشرت جانبا من هذه الماساه نتابع فن الكاريكاتير الذي يعبر عن قضايا عديده ويختصرها في رسمه متابعه وبهذه الرسوم الكاريكاتوريه نكون قد وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعه والى اللقاء